بعدين جينا على التفاعل الثالث هو الفريدوم كرافت اسيليشن او استيليشن. الناتج احنا دائما ننتبه على الناتج كيتون او دريفيتيف، لان هو اصلا الميكانيكية تعتبر خطوات توضيحية، يعني مو مهمة، بس اللي يهمني هو الناتج اللي راح يطلع لي بالأخير والأحداث اللي يصير بيها، بس مو كل الأحداث، بس الأحداث الحيل مهمة. يعني هاي فريدا الأسيليشن أو الأستيليشن نقدر نقول أكثر شيء يصير بالفيوران. ليش؟ لأن أقل رياكتيفيتي. ليش؟ لأن إحنا أصلا ما نقدر نسوي أسيليشن أو أستيليشن إذا ما موجود حامض لويس. وإذا موجود حامض، إذا موجود حامض راح ممكن البايرول والثيوفين يتفاعلون وياه ويكونون البوليمر، يعني ما يتداخلون فيما بيناتهم المركبات. فلذلك أكثر شيء يصير بالثيوفين، يمكن يتفاعل تنكسر هاي العصرة بين سي ال. ليش؟ لأن راح يسحبها منه ال اتش سي ال، بعد ما ضفنا الماء راح يكون ال اتش سي ال. هاي راح تجي تصير اتاك من خلالها، هاي نفسها هاي بس قالبها هو بالمنزل. كذلك هاي اول شي اضيف حامض، بعدين ما تحلل اكسر اربط طلع ال سي ال. ممكن تستخدمون نفس الحامض الموجود هنا حسب ما قال هو الدكتور من المحاضرة. اما هذا فصار هيدروليسيس، صار اتاك على هذا. ودائما دائما المحبب للاتاك هو موقع 2، تمام؟ ليش ما قلنا رقم 3؟ لان هو اصلا محبب عندنا رقم 2. النيتريشن قبل بالبنزين كان H2SNO3، بس هنا همين موجود ال H، همين حامض. احنا الحامض ما يتفاعل ويا كل المركبات، ما يتفاعل ويا كل المركبات، بس عندنا الثيوفين عندنا البايرول والفيوران، هاي اكثر حساسيه للحامض لل H. لذلك راح نتجنب هذا الشيء، نفاعله ويا مركب ونقدر نحصله من غير مصادر، يعني فورم النيتريك اسيد او اسيتيك انهيدرايد. يعني هاي ممكن احصل على NaNO2 من خلال هذا المركب كله، اكسر واربط راح يعطيني الناتج اللي بالاخير حامض كربوكسيلي. زين، الناتج النهائي هو منه بروتك نايترو ديريفاتيف، هاي نايترو ديريفاتيف. وهكذا رياكشن الالديهايد اند كيتون، تفاعل ويا الالديهايد والكيتونات. هذا الار يمثل اما الكيلو يعني سي اتش 3 او اتش، يا اما الديهايد او كيتون، راح يصير الاتاك هنا على طالع كحول. رياكشن سبيشيز امبورتنت ويذ بايرول، تفاعلات خاصة بالبايرول، يعني أكثر تخصص بالبايرول. هو مانخ رياكشن، المانخ رياكشن برودكت نيو موليكولار، انتج لي جزيء جديد. زين، أول شيء أفاعل المركبات الهيتيروسايكليك الخماسية ويا الفورمال ديهايد. هذا الفورمال ديهايد ممكن نكتبه في طريقة، هذا ممكن نكتبه هيك سي دبل عصرة او اتش اتش، هذا يسموه فورمال ديهايد. افعله ويا الفورمال ديهايد، بعدين افعله ويا الثايوفين، هذا ثابت ككاتاليست، هذا مو بايرول، العفو قلت ثايوفين، هذا لا ثايوفين ولا بايرول، هذا البايرول مشبع اللي اسمه بايرولايدين، تمام؟ بعدين راح ينتج لي هاي العصرة. الاتاك راح يصير على رقم 2 ويا هاي السي. الاو راح يغادر ويا الاتش، يصير اتش 2 او. هذا الاو دبل عصر راح يصير اتش 2 او. ايش قد بقالي هاي السي والاتش موجودات هنا، الاتاك صار من هنا. زين، والنيتروجين فقد الهيدروجين مالته ويا من ويا هذا الاو اللي صار،
وصار الاتاك على النيتروجين، طلع نهاية الحلقة النهائية اللي هو اسمه نيو موليكولار، ما انطانا اسمها رياكشن وذ الديهايد. الديهايدز هذا كمركب ممكن نقول عليه سي اتش سي دبل اسر او اتش سي او ار ار، يعني مثل سي اتش سي اتش 3 حسب ما هو السلسله الموجوده وياه. وجود الاس سي ال، اس سي ال يعني حامض، احنا مو قلنا الحامض اكثر حساسيه لمن للبايرول والفيوران، لذلك هنا راح يكون لي هاي الروابط اللي قلت لكم عليها، هاي الروابط وهكذا. اما شلون الرباط؟ الرباط من خلال هاي ذرة الكربون، هاي ذرة الكربون صارت هنا ربطت لي هاي الاسرتين طلعت لي هاي. اكثر من هاي الذرات موجودة بالمركب راح اسوي لي هذا البولايمر، هذا البولايمر اللي اسمه بايروفرين اللي اخذناه من الزمن الاولى، ممكن يرتبط بالفيوران فيسوي الهيموغلوبين، او ممكن يرتبط بالمغنيسيوم فيوران شنو بالايرون الحديد، وممكن يرتبط بالمغنيسيوم مكون الكلوروفيل، هذا هاي نيتروجين هنا أنا. هذا البايروفيرين الحقيقي، هذا مو بايروفيرين، هذا البايروفيرين. ليش؟ لان البايروفيرين هو كونجيتد باي سينجل باي سينجل سينجل باي سينجل دبل سينجل دبل او هيك، هذا لا بس سينجل سينجل، فهذا البروفيرين الاصلي يعني هذا مو كونجيتد، هذا الكونجيتد. شلون صار كونجيتد؟ بعد ما اختزل، بعد ما اسحب منه الذرات الاتش، لان هنا انا موجود اصلا اتش، هذا اتش هذا اتش هذا اتش هذا اتش، هاي وفره من الاتشات، بعد ما اختزلهن راح ترجع للعصر وين تصير هنا، فهذا يسمونه البروفيرين.